افتتاح مصلحة استعجالية طبية جديدة بدلس في ولاية بومرداس. في ولاية البيض إلقاء القبض على بائع المشروبات الكحولية دون رخصة. الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية تعلن حملة تحسيسية حول العنف ابتداء من الاثنين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، أهلا بكم إلى النشاط المحلي من الجزائر. وعبر جميع ولايات الوطن ستشرع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ابتداء من يوم الاثنين المقبل في تنظيم حملة وطنية تحسيسية حول العنف في فضاءات السكك الحديدية بهدف تحسين الأمن في تلك الفضاءات، حسب ما أكده بيان لذات الشركة عبر وكالة الأنباء الجزائرية. وقد تم وضع برنامج متنوع وثري من خلال عديد الأعمال الإعلامية والتحسيسية، سيما المرصقات وتوزيع المطويات وبث الرسائل في أهم محطات السكك الحديدية الوطنية وعلى متن القطارات للخطوط الطويلة والقطارات الجهوية والضواحي. كما يتضمن البرنامج تنظيم أيام أبواب مفتوحة حول أمن السكك الحديدية وحملات تحسيسية على مستوى المؤسسات المدرسية الواقع بمحاذاة منشآت السكك الحديدية. وتشير أرقام الشركة إلى أن الأضرار التي طالت منشآت السلامة والأمن قد بلغت 17.13 مليون دينار جزائرية، في حين بلغت خسائر الأعمال التخريبية 31.5 مليون دينار جزائرية. بولاية بومرداس وبالضبط بمدينة دلس، أين تدعم قطاع الصحة بمصلحة استعجالية طبية جديدة، وذلك تطبيقا لتعليمة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضيافة، التي تهدف إلى عصرنة القطاع وضمان خدمة أحسن للمواطنين، سيما وأن أغلب المؤسسات الاستشفائية بولاية بومرداس تضررت من زلزال 2003. تفاصيل أكثر مع عمر حمامي. بعد تدهور حالة مصلحة الاستعجالات الطبية بمدينة دلس ولاية بومرداس منذ زلزال 2003، تم فتح وحدة جديدة على مستوى مستشفى الشهيد بوداود محمد بذات المدينة، حيث جهزت بأحدث الوسائل الطبية من أجل ضمان أفضل خدمة للمواطن. là on est au niveau de inauguré le nouveau pavillon des urgences médico-chirurgicales au niveau de l'hôpital de Dilis. après le transfert, comme on est en train de faire le confortement des les anciennes urgences qui sont juste en face de l'hôpital, il y a des travaux de confortement, donc on a transféré les urgences médico-chirurgicales au niveau d'un pavillon qu'on a aménagé de façon très très adéquat avec des lits d'observation, un bureau pour la consultation médicale et un bureau pour la consultation chirurgicale. On dispose de la radio, du bloc opératoire. Donc le malade, l'istirjalat l'ikounou, gaïdjouzou, irouhou directement, ils vont être pris en charge au niveau de l'hôpital. Donc, بالمناسبة كما سبقت وأنا أعلنت باللي هذه الوحدة تم تهيئتها من أجل ترميم البناية القديمة من طرف مديرية الصحة، وهذه الوحدة تمت بمجهودات ومن ميزانية المؤسسة، وذلك من أجل تكفل أنجع بالمريض على مستوى المؤسسة قريب من جميع الوسائل اللازمة للاستعجالات الطبية الجراحية. هناك 9 أسرة بالنسبة للرجال والنساء، وهناك 3 أسرة بالنسبة للأطفال من أجل تكفل 12 أسرة بمجموعها. Ils sont un peu plus performants par rapport à le matériel disponible, médicaments disponibles, la prise en charge de malades est bien prise en charge. On passe jusqu'à 130 000 malades par an. وللإشارة، فإن مدينة دلس سوف تستفيد من عدة مشاريع تنموية في قطاع الصحة والمتمثلة في المركز الصحي بالمدينة الجديدة ومصلحة تصفية الدم وغيرها. عندنا يعني هنا نيفو دو دلس عندنا 3 بروجي، عندنا لا بوليكلينيك تاع لا نوفيل فيل راهي في المسيرة تاعها، وعندنا او نيفو دو لوبيتال عندنا مصلحة ليموديالييز تصفية الدم راهي في طور إنجاز، ومصلحة
اخرى اللي تكون كبيره، هذه اللي تعوض هاد الاستعجالات، هي تكون استعجالات طبيه جراحيه في المستشفى بطاقه كبيره فيك سو بروبر سال دو اوبيراتوار ايزي سويت. تبقى مدينه دلس تحتاج الى اكبر التفاته في هذا القطاع باعتبارها منطقه سياحيه، حيث تعرف اقبالا كبيرا للسواح خاصه في فصل الصيف. بولاية البيض وفي إطار حربها الدائمة ضد مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية وبائعي المشروبات الكحولية، تمكنت مصالح أمن ولاية البيض من إلقاء القبض على شخص مسبوق قضائيا، وهذا بناء على معلومات مؤكدة تفيد بقيامه ببيع المشروبات الكحولية بشتى أنواعها داخل مسكنه. تفاصيل أوفى في تقرير يوسف خضير. عناصر فرقة البحث والتحرية التابعة لأمن ولاية البيض تمكنت من توقيف مروج للمشروبات الكحولية، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 45 سنة والذي عثر بمنزله بحي ولد يحيى على 1100 قارورة خمر كما علم من مسؤول خلية الاتصال بأمن الولاية. وبعد استكمال الإجراءات القانونية سيمثل المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض بتهمة ترويج الخمور بطريقة غير قانونية وفقا لما صرح به الملازم الأول العربي بخاري. دار مكافحة الجريمة الحضرية بمختلف أنواعها وتحت الإشراف الدائم والمباشر للسيد رئيس أمن ولاية البيض، تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية البيض على إثر معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخص يبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، حيث تمكنت من حجز ما يقارب 1200 قارورة خمر من نوع جوعة بافارواز وتوقيف الشخص المتورط البالغ من العمر 45 سنة مسبوق قضائيا. العملية جاءت بعد تنفيذ إذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض في انتظار تقديمه أمام الجهات القضائية. في ولاية عنابة نظمت مديرية أمن الولاية وبالتنسيق مع مديرية التربية والاتحاد الرياضي لشرطة عنابة دورة فكرية في رياضة الشطرنج بمشاركة 65 تلميذا يمثلون عددا من المدارس الابتدائية. وتأتي هذه الدورة تنفيذا لتعليمة المدير العام للأمن الوطنية التي تهدف إلى تقريب المواطن من الشرطة تحت شعار الشرطة الجوارية. تقرير سماح قددرة. دورة الشطرنج المنظمة بالتنسيق مع مديريتي التربية والرياضة والاتحاد الرياضي لشرطة عنابة استقطبت عددا معتبرا من التلاميذ. في إطار الاحتفال بيوم العلم الموافق ل 16 أفريل قامت مصالحنا ببرمجة دورة فكرية في الشطرنج، وهذا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالطور الابتدائي، وهذا في إطار تجسيد مبدأ الشرطة الجوارية الذي دعت إليه المديرية العامة للأمن الوطني، حيث كان الافتتاح يوم 14 أفريل 2015، أما الاختتام فهو اليوم 16 أفريل، وذلك بتقديم جوائز لفائدة تلاميذ المتفوقين. في إطار سياسة تفعيل الرياضة والعمل الجواري نظمت أمن ولاية عنابة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة مديرية التربية الرابطة الولائية للرياضة المدرسية دورة ولائية في لعبة الشطرنج ما بين المدارس التربوية لولاية عنابة. هذه الدورة التي ضمت 65 تلميذ وتلميذة من 5 مدارس تربوية، الهدف من هذه الدورة استقطاب أكبر عدد ممكن من أبنائنا وأبنائكم لاحتضانهم على مستوى الاتحاد الرياضي لشرطة عنابة. أنا جد سعيدة لحصول مدرسة النهضة بالحجار في هذه المنافسة على الرتب الثلاثة الأولى والثانية والثالثة. أتمنى أن تتكرر مثل هذه المبادرات لنرفع من مستوى تلاميذنا. شكرا وفقكم الله. شرطة ولاية عنابة وهي تعمل على توسيع وتنوع البرامج الجوارية الخاصة بيوم العلمي حققت جملة من الأهداف التي تكشف عن حرص الشرطة لتجسيد مبدأ الشرطة الجوارية الذي دعت إليها قيادة الشرطة الجزائرية. في الثقافة قامت الشركة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار بإنشاء موقع إلكتروني لجائزة آسيا جبارة، معلنة عن تشكيلة لجنة تحكيم لهذه الجائزة التي تم استحداثها تخليدا للكاتبة الجزائرية التي وفتها المنية في فبراير الماضية. وتم فتح هذه الصفحة بدعوة من الناشرين الجزائريين الراغبين في المشاركة في طبعة الأولى من هذه الجائزة المقررة في صالون الجزائر الدولية
الدولي للكتاب المقبل بين 28 أكتوبر و7 نوفمبر، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن قائمة المشاركين في جائزة آسيا جبار في 31 سبتمبر حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني. وتكافئ جائزة آسيا جبار أحسن رواية تتميز بطابعها المنفرد أو أسلوبها بغرض ترقية الأدب الجزائري، وقيمة الجائزة تقدر ب 500 ألف دينار جزائري. في الرياضة، أسفر الدرب العاصمي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد الذي جرى الجمعة على أرضية ملعب بولوغينا لحساب الجولة 25 من بطولة الرابطة المحترفة عن فوز أبناء المولودية بنتيجة 3-0 في الوقت الذي ضيع نادي مولودية بجاية فرصة سانحة لاستعادة الزعامة بعد أن هزم في عقر داره أمام اتحاد الحراش 0-1، لتشتد المنافسة بين فرق المقدمة على لقب البطولة، كما احتدم الصراع بين فرق المؤخرة لتفادي السقوط إلى الدرجة الثانية، حيث تتصارع أكثر من 6 فرق. نهاية النشرة المحلية من الجزائر، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.